من جديد يكشف الاحتلال الإسرائيلي عن وجهه السافر بعدما شن سلسلة غارات عدوانية على القطاع غزة. البداية من هناك من قطاع غزة مع مراسل المملكة باسل العطار. باسل أهلا بك. بداية قربنا من صورة الأوضاع في غزة، كيف تبدو هذا المساء بعد أكثر من 20 ساعة من عدوان إسرائيلي أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات أو أكثر إضافة إلى الأضرار المادية؟ نعم طارق، نتحدث عن ساعات طوال مرت على قطاع غزة ضمن جولة تصعيد هي الثانية خلال ما يقرب من أسبوع يشهدها قطاع غزة. نبدأ بالإحصائية النهائية لوزارة الصحة حتى هذه اللحظة، نتحدث عن 15 شهيدا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات، إلى جانب أيضا 22 إصابة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات وفق وزارة الصحة. إصاباتهم متنوعة من بينهم إصابات خطيرة يتم التعامل معها حتى هذه اللحظة في مستشفيات القطاع. هذا العدد جاء على دفعتين طارق، الدفعة الأولى كانت عندما استهدف الاحتلال في ساعات الفجر الأولى 3 مباني سكنية في مدينة غزة وأيضا في مدينة رفح، أسفر هذا القصف عن استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم 3 من قيادات سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من عائلاتهم وجيرانهم. الجولة الثانية كانت عندما استهدف الاحتلال سيارة في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب القطاع، ارتقى بموجب هذه الغارة الإسرائيلية شهيدان وصل إلى مستشفى ناصر في الجنوب عبارة عن أشلاء، وإلى جانب أيضا إصابتين على الأقل نتيجة هذا الاستهداف. ميدانيا لم يقتصر الاستهداف الإسرائيلي فقط على المباني السكنية، كان هناك استهداف لمواقع تتبع للفصائل الفلسطينية، حوالي 10 مواقع تم استهدافها في أعقاب عملية الاغتيال في ساعات الصباح الأولى، إلى جانب أيضا إجراءات فرضتها إسرائيل متعلقة بإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر إيرز المخصص للأفراد والذي يستخدم لمغادرة مرضى القطاع بشكل أساسي. في المقابل السلطات المحلية هنا في غزة عقدت مؤتمرا صحفيا، المكتب الإعلامي الحكومي أعلن أن 27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي، 11 منها دمرت بشكل كامل، وأعلن أيضا عن استمرار الإجراءات المتعلقة بتعليق الدراسة يوم غد في كافة مدارس وجامعات ورياض الأطفال في قطاع غزة، إلى جانب أيضا عمل الوزارات وفق الحد الأدنى الذي يلبي الخدمات الأساسية للمواطنين بحسب ما أعلنت أو ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، الذي أطلق مناشدة متعلقة بداية بالقطاع الطبي في غزة الذي يعاني، مناشدة لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة ليتمكن القطاع الطبي من التعامل مع أي عدوان إسرائيلي في حال توسع هذا العدوان، إلى جانب أيضا مناشدة بفتح المعابر بشكل عاجل باعتبار أن إغلاق هذه المعابر سيتسبب بكارثة بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي. وبالتالي نتحدث عن استمرار حالة الترقب هنا في غزة، كيف ستسير الأمور خلال الساعات المقبلة في ظل تأكيد الفصائل الفلسطينية ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على حقها بالرد. أبرز هذه المواقف يمكن رصدها سريعا كان من الغرفة المشتركة التي تضم كافة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية والتي أكدت أن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة، وبالتالي نتحدث عن حالة ترقب فلسطينية بشكل كبير وإسرائيلية أيضا، كيف سترد الفصائل وما نطاق الاستهداف. ربما الساعات المقبلة ستكشف بشكل أكبر حول الإجابة على هذا السؤال. طيب أعود إلى موضوع العدوان الثاني الذي استهدف مركبة، هل عرفت هوية من كان على متن المركبة؟ هل كان ينتميان إلى فصيل البعيني؟ ظروف العدوان الثاني باسل؟
حتى الآن هناك روايتين طارق. الرواية الأولى إسرائيلية، إسرائيل تتحدث أنها استهدفت مجموعة كانت تعد لإطلاق صواريخ مضادة للدروع بحسب ما قال جيش الاحتلال على لسان الناطق باسمه، وتناقل هذه التصريحات وسائل الإعلام العبرية. لكن فلسطينيا لم يتم الحديث عن أي انتماء لهذان الشهيدان، وأن سرايا القدس في تصريحات إعلامية قالت أو نفت أن يكونا يتبعا لها، وأن ما حدث هو عملية استهداف لمواطنين مدنيين، وأن إسرائيل استهدفتهم دون أي مبرر، ولم يكن هناك أي تبني من الفصائل الفلسطينية لهذين الشهيدين اللذين تم استهدافهما في المناطق الشرقية في محافظة خان يونس بشكل مفاجئ، وأسفر أيضا عن إصابة مواطنين إلى جانب الشهيدين اللذين تم نقلهما كما أسلفت عبارة عن أشلاء إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع. طيب في ظل هذه التطورات والظروف، ليس ثمت بيانات منفردة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أم أن جميع تلك الفصائل اليوم متفقة منسجمة موحدة في إطار وتعمل في إطار الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة؟ حتى الآن الفصائل تؤكد بشكل متشابه وبشكل كبير أنها تعمل وفق تنسيق فيما بينها. حركة حماس، كان هناك تصريحات على لسان الناطق باسمه عبد اللطيف القنوع الذي قال أن الفصائل تنسق فيما بينها لبحث سبل الرد. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أيضا أنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية وأيضا مع مختلف الساحات لكيفية الرد على الجريمة الإسرائيلية، وأن هناك تنسيق بين الفصائل لتحديد موعد وطريقة الرد. أيضا هذا توج ببيان الغرفة المشتركة، نحن نتحدث عن بيان صدر عن الغرفة المشتركة والتي تضم كافة الأجنحة العسكرية، وقال أن الاحتلال سيدفع أو قالت أن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة، وبالتالي نتحدث عن تنسيق بين الفصائل الفلسطينية. وأكدت الفصائل أن الميدان الآن هو ما يوحدها، ونفت وجود أي خلافات بعكس ما تحاول وسائل الإعلام العبرية ترويجه خلال الفترة الأخيرة. وربما حالة الصمت وتأخر الرد حتى اللحظة يظهر مدى التنسيق طارق بين الفصائل. هذه هي المرة الأولى منذ عدوان عام 2008 التي تتأخر فيها الفصائل الفلسطينية بالرد على أي اعتداء إسرائيلي أو جريمة اغتيال لهذه الساعات. نحن نتحدث عن 20 ساعة مرت على بدء العدوان الإسرائيلي، وما زال هناك حالة ترقب، لم يتم تنفيذ أي عمليات من الفصائل الفلسطينية سواء إطلاق صواريخ أو أي استهدافات، وهذا يأتي في إطار التنسيق بين الفصائل كما تؤكد الفصائل في تصريحات سواء كانت منفصلة أو حتى تصريحات جمعتهم كما حدث في الغرفة المشتركة. طب باسل، في هذا الإطار، في ظل هذا الصمت، هل يفهم بأن هناك محاولات تجري حاليا، وساطات تدخل على الخط للحديث مع فصائل المقاومة، مع جهاد حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس، لمنع الرد أو للتهدئة أو للوصول إلى بعض التفاهمات الممكنة؟ هل قد يكون الأمر متعلق بهذا المجال؟ حتى الآن ما يتم الحديث عنه في موضوع الوسطاء هو فقط نقلا عن وسائل الإعلام العبرية، هي التي تتحدث عن وجود وساطات. تم الحديث عن جهود مصرية قطرية وأيضا للأمم المتحدة والولايات المتحدة لضبط الأمور وإعادة الهدوء ومنع التصعيد في قطاع غزة، لكن الفصائل الفلسطينية لم تعلق على هذا الأمر. جميع التصريحات التي صدرت عن الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الماضية سواء حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حتى فصائل أخرى كالجبهة الشعبية، جميعها أجمعت على حق الفلسطينيين في الرد قبل الحديث عن أي هدوء يعود إلى القطاع. الفصائل ترى أن ضرورة الرد بداية باعتبار أن الاحتلال قد تجاوز أحد الخطوط الحمراء باستهدافه قيادات في سرايا القدس، وهذا العدد من الشهداء من المدنيين، أكثر من نصف الشهداء هم من المدنيين، ومن ثم يمكن الحديث بعد ذلك عن أي جهود يمكن أن تطرح في حال كان هناك طرح جديد من الوسطاء لتثبيت حالة الهدوء. نعم، يعني نسمع حيث أنت الصورة من خلفك كأنها مسيرات، كأنها
مقاتلات إسرائيلية في سماء القطاع. الصوت يعني يبدو واضحا لنا. حدثنا عن المسيرات، هل إسرائيل تطلق هذه المسيرات بعد أن شنت عدوان فجر اليوم، أم أن هذه صورة ربما بشكل يومي من يوميات القطاع مع هذا الاحتلال؟ ربما طارق هي تأخذ الشكل اليومي في التحليق، لكن ليس بهذه الكثافة. نتحدث منذ العدوان الذي كان قبل حوالي أسبوع من الآن، لم تغادر الطائرات المسيرة التي ربما تستمع إلى صوتها، لم تغادر سماء القطاع. هي تحلق على مستويات منخفضة بأعداد كبيرة، تجوب شوارع سماء القطاع. هذه الطائرات هي قادرة على تنفيذ هذه الهجمات، هي ليست فقط للتصوير أو الاستطلاع، هي محملة بصواريخ وقادرة على تنفيذ هجمات. وحتى عملية الاغتيال اليوم التي تمت في ساعات الصباح، تم استخدام طائرات مسيرة من النوع الانتحاري، وتم تنفيذ عملية الاغتيال باستخدام هذه الطائرات. وبالتالي هي إشارة لدى الفلسطينيين دائما ما باتت مرتبطة بأن الأوضاع الميدانية معقدة، وأن إمكانية التصعيد واردة، وأن إسرائيل قادرة على استخدامها في أي لحظة لتنفيذ هجوم. وهذا يزيد أيضا من حالة التوتر هنا في قطاع غزة، خاصة لدى الفلسطينيين. هي تحدث أصوات عالية جدا وتؤثر حتى على الكثير من مناحي الحياة هنا في قطاع غزة. تحليقها بهذه الكثافة يعني أن بالنسبة للفلسطينيين أمرين: الأمر الأول إمكانية أن يكون هناك أو أن تنفذ في هجوم ما قد تعد له إسرائيل، أو الجانب الآخر متعلق بالاحتياطات الإسرائيلية لإمكانية تنفيذ الفصائل الهجمات وتنفيذ وعدها. وبالتالي تحاول إسرائيل من خلال هذه الطائرات رصد ما يمكن رصده لتقوم أو لتغير طائراتها على أماكن التي تقول أنها يتم إصدار أو إطلاق الصواريخ منها باتجاه المستوطنات الغلاف أو ما بعد ذلك. حدثني أيضا كذلك باسل عن موقف الغزيين اليوم. يبدو أن هناك توقعات، خاصة بعد الصمت لفصائل المقاومة، بأن ردا قويا يجري الإعداد له. وفي الوقت ذاته يتوعد رئيس حكومة الاحتلال برد قاس على حد تعبيره إذا ما تقرر أو إذا ما قررت فصائل المقاومة إطلاق رشقات أو قامت بتنفيذ تهديدها. ما هو الشعور العام ومدى القلق اليوم من أن الأمور قد ربما تتصاعد لمواجهة تمتد لأيام أو أكثر؟ نعم، ربما طارق بحكم التجارب الكثيرة التي خاضها الغزيون، نحن نتحدث عن عشرات جولات التصعيد التي مرت على القطاع خلال العقد الماضي، بات هناك ما يشبه حالة التعامل لدى الفلسطينيين مع هذه الظروف. هناك ما يمكن وصفها بخطط يتم إعدادها داخل منازل الفلسطينيين للتعامل مع مثل هذه الحالات، لكن هناك بالفعل قلق. ذكريات الفلسطينيين منذ العدوان الإسرائيلي عام 2008 وحتى هذه اللحظة لم تغادر أذهان الفلسطينيين. نحن نتحدث عن جولات تصعيد كبيرة ارتقى بموجبها شهداء، آلاف الشهداء ارتقوا خلال السنوات الماضية. هناك حالة بالفعل قلق، كيف ستسير الأمور؟ ربما التجربة أيضا جديدة، هذه المرة الأولى التي تتأخر بها الفصائل في الرد، وهذا أيضا يجعل الفلسطينيين يترقبون بشكل كبير. لكن مع ذلك كان هناك مطالبات في ساعات الصباح وخلال هذا اليوم، سواء من خلال مسيرة تشييع الشهداء التي كانت أو التي شارك بها آلاف الفلسطينيين أو حتى عبر مواقع التواصل. كان هناك حالة غضب هنا في قطاع غزة، استهداف الفلسطينيين في المباني وارتقاء الشهداء أطفال ونساء من بين هؤلاء الشهداء، والقصص التي باتت تروى حول هؤلاء الشهداء، من مثلا طارق عز الدين الذي تم استهدافه أحد قيادات سرايا القدس، استشهد هو وثلاثة من أبنائه
أبنائه مثلا خليل البهتيني استشهد هو وزوجته وطفله، وهي بالنسبة للفلسطينيين حتى لو كان من ضمن قيادات الفصائل فهو يدافع عن القضية الفلسطينية، لكن أيضا استهداف الأطفال بهذا الشكل والنساء واستهداف المنازل وبشكل مباشر دون اكتراث. هناك مثلا عائلة كانت من جيران أحد الشقق التي تم استهدافها وهي لدكتور فلسطيني، استشهد هو وزوجته وطفله، وهذا كله يزيد من حالة الغضب والمطالبات أيضا أن يكون هناك رد من الفصائل الفلسطينية على الرغم من الخشية من العدوان الإسرائيلي وإمكانية توسع العدوان. لكن هنا في غزة بات هناك ما يشبه القناعة لدى الغزيين أن هذا هو قدرهم، وأن الصمت على هذه الجريمة يعني مزيد من التمادي الإسرائيلي الذي قد يطال أي منزل في القطاع دون سابق إنذار. طب أيضا من بين الروايات كان لافتا ومؤثرا ومؤلما كذلك باسل، ذلك المقطع لفتاة فلسطينية كتب لها النجاة لكنها فقدت أباها، وقد ظهرت وهي في حيرة من أمرها تبحث عن والدها لكنه قد ارتقى شهيدا. ماذا يتوفر أيضا كذلك من معلومات حول حال هذه الطفلة؟ هذه الطفلة هي ابنة جمال خصوان، وهو دكتور ويعمل مديرا لمستشفى الوفاء الطبي في قطاع غزة، وكان نقيبا سابقا لأطباء الأسنان في قطاع غزة ويحمل الجنسية الروسية، وقد استشهد خلال هذا العدوان هو وزوجته وأحد أبنائه، ونجت طفلته من هذا القصف الإسرائيلي. وبالتالي نتحدث بالفعل عن مأساة حقيقية الآن، مستقبل هذه الطفلة يأتي أو يعيد إلى الأذهان الكثير من القصص التي مرت على الفلسطينيين وكيف يعاني هؤلاء الأطفال الآن بعد أن فقدوا عائلاتهم. من بين القصص أيضا دانيا عدس، وهي إحدى وهي شهيدة أيضا اليوم، ارتقت قبل أيام من عقد قرانها، كان هناك حالة حزن كبيرة لزوجها الذي رافق الجنازة بعدما تحول فرحه الذي كان من المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة إلى جنازة ليودع زوجته اليوم، وهذا بالفعل يزيد من حالة الغضب هنا في قطاع غزة، وأيضا من حالة المآسي التي باتت ترافق الفلسطينيين مع إشراقة كل يوم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل غير مبرر وتستهدف العائلات بأكملها، عائلات بأكملها استشهدت خلال الفترات الماضية، وهذا يجعل بالفعل هنا القطاع على موعد دائما مع المآسي نتيجة الحروب الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بالمقام الأول. باسل عطار مراسل المملكة، أنا أشكرك جزيل الشكر. بطبيعة الحال سنكون معكم في متابعة للأوضاع في القطاع، ونسأل لك وللجميع السلامة، وكان الله بعونكم. يا جماعة لو سمحتوا، لو سمحتوا يلا تخفيش يا عمو، تخفيش، لا تخفيش يا عم، هيو جاي هيو جاي هيو جاي، تخفيش يا عمو، تخفيش تخفيش بك علي. ها بدنا نطلع اجل رد ايش طلعنا رد.